بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. نشوف الآن نلعب برول ستارز، نلعب مع ليون ومع ريان أصدقاء اللعبة، وننطلق الآن. أنا صراحة ما أعرف كثير باللعبة برول ستارز ولا يعني محترف كثير، بس نحاول ونقول إن شاء الله. أخذت بارلي، جالس أضرب ضرب جيد، ضرب ممتاز، جيد جدا. ندافع عن الخزنة أهم شيء. ليون ما شاء الله أصاب. نحاول لكني مت، وهذه الأشياء اللي ما أفهمها باللعبة. أوقات أنا جالس أطلق من الصباح ما يموت الخصم بس طلقة واحدة يموت يقتلني. انتهت المباراة كانت سريعة، خسارة سريعة، مباراة للنسيان. الاثنين طلعوا، نلحقهم. يلا يلا نشوف نغير اللاعب. يلا راح ريان، نشوف لنا مباراة ثانية. Sugar and spice. يلا نشوف الآن هذه المباراة مع ليون. نروح يمين، نحاول نبدأ هجوم. هذه طلقات حلوة، لكن كولت هذا ما يرحم. ما أعرف شكله عنده كولت مطور أو شيء زي كذا، والله ما أدري. انجلت، أتوقع لاعبي يحتاج تطوير كثير أساس نقدر يعني نقدر نواجه الخصوم. هنا قتلت واحد على الأقل، صبت واحد، شيء ممتاز جدا. هنا من هذا الإطار ليون ما شاء الله، هنا صدت واحد أيضا. حلو، في شغل. جالس جالس نحاول يعني ما شاء الله علي. يلا يا ليون ما شاء الله، هذا بعد صيدة إصابة. ثلاث أو أربع إصابات في ذي المباراة، شيء ممتاز جدا. أنا أقول لكم شيء ممتاز بالنسبة لواحد نوب زيي. هذا مشكلة، لازم نخلص عليه قبل ما يخلص على الخزنة. لا، يا ناس تعالوا ساعدوني، تركيني لحالي ليش؟ خسرنا طبعا، بنخسر طبعا، هذا شيء ما في اي كلام. المباراة كانت صعبة،
يلا نشوف الآن المباراة اللي بعدها. نشوف المباراة اللي بعدها. ما أتفائل أنا كثير إني بنفوز أو شيء، بس يعني نتمتع وننبسط شوي بالمباراة. يلا يلا يا شباب، دافع عن المخزنة، لا تخلون أحد يقرب. نحين أنا قاعد دفاع صراحة، لأنه إذا بعتمد كلنا نهجم صعب، صعب نهجم كلنا، والتنسيق مهم، التنسيق مهم بهذه المواقف الصعبة. هذه أخرتها، هذه أخرتها، بنخسر خسرانين خلاص. انتهت المباراة، خسارة ثانية، مباراة صعبة. فالله يكون بالعون، الله يكون بالعون إن شاء الله. هذه خسارة. إيش صار معاي؟ ما أدري. نختار جيم جراب، نغير الموضوع. يلا يلا نحاول، نحاول نلعب. لا تسوي انفايتنج ولا شيء، خلاص يلا يا شباب، يلا انتشروا. جيم جراب، ريان وليون، يلا. أنا مش متفائل جدا، لكن نبدأ نلعب. حلو، هذه إصابة. أصبت واحد، شيء ممتاز جدا كبداية، شيء ممتاز إنك تصيب ولا تنصاب. يلا بسم الله. زحمة هنا، زحمة والله، زحمة يا دنيا زحمة. يلا نروح، نروح نشوف. 5-4 النتيجة، الوضع في تعادل، تقدمنا الآن. حلو، 6-5، 6-6. سبعة، اوه 11 الان، كنا قبل شوي 11. ما ادري كيف تغيرت الامور بسرعه بلحظه، بثانيه واحده الوضع الان صار صعب. مباراه صعبه، دائما نقول بهذا الفيديو مباراه صعبه، مباراه صعبه، مباراه صعبه. انتهت، انتهت نهايه دراماتيكيه ومساويه، وكنا فايزين. اخر 5 ثواني انقلبت الأمور رأسا على عقب، انتهت، انقلبت المباراة تماما تماما. فالله يعين، نروق ونلعب وننبسط، وهذا المطلوب وبس. لا نتوقع نتائج، لا نتوقع انتصارات، فقط نلعب
وننبسط. هذا مالك، جانا مالك، جانا صاحبنا مالك، هل هو نفسه؟ مالك مالك، يا هلا والله، نورت المكان، نورت اللعبة.
time for trouble. يلا خلصنا كلام وقرقر مع مالك. نشوف الآن نشوف بسم الله نشوف مباراة مع مالك كيف بتكون. يلا أكيد إنه نوب، أنا أتوقع إنه نوب زي مالك بالعادة، ما هو كثير يعني يلعب، فما أدري والله. نشوف الآن وننطلق الميدان، مباراة تجميع الجواهر. ضايعين حنا والله، ما شاء الله مالك بدأ يصيد. متأخرين 4-1 متأخرين 4-1 حاليا. اوف اوف اوف، على طول ما ادري مين كان مجمع معنا وانتهى ومات على طول. صارت النتيجة 12-0، سحبوا منا كل الجواهر. نرجع نقول مباراة صعبة هذه، انا صدت 1 الان. الله يعين، هذه مباراة للنسيان. اوه ما شاء الله 14 صرنا. لا 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 اوه ايه ايه مباراة متقلبة كثير، سريعة التغيير. الآن أخذنا 10 الآن، 9-8 فايزين. نمسك دفاع ممكن حاليا، نرتب الصفوف شوي، ناخذ نفس ننتبه. أوه 10-9، هل بنخسر الآن؟ هل بنودع الميدان؟ اوه 10-1، وين راحت الجواهر؟ هذه هي بالارض. بسرعة شيلوها. نعمة ربنا لا تتركونها. اوه 21-0 22-0، هذا التوقيت ولا بلاش. شوف كيف
آخر خمس ثواني أخذ الفوز. راحت من 10-10 ليلة 22-0 تقريبا إذا كنت ماني غلطان. المهم إنها راحت آخر ست ثواني طلع وطلعة. فيا الله يا الله، مباراة لعبنا كويس، لعبنا زين، لكن ضيعنا الفوز بالأخير. وهذه التغييرات السريعة باللعبة هي تعطيها حلاوة، تعطيها متعة، وتعطيها حماس. فمباراة حلوة، مباراة حلوة، مباراة صعبة أيضا، لازم نقول مباراة صعبة، مباراة حلوة كانت تقريبا. ف معنا نقلب الصفحة وننتقل المباراة اللي بعدها إن شاء الله. لا تنسونا الإعجاب والاشتراك إذا عجبكم الفيديو، ونشوف.
time for trouble. يلا بسم الله نشوف الآن مباراة مع مالك. ننطلق الآن نروح يمين. هذه مباراة الشوداون، الفريق اللي يبقى هو اللي يفوز طبعا. يلا نبدأ شوي شوي، لازم نقتل كل لاعبين الفريق أساس يعتبر الفريق خاسر وخارج اللعبة. لازم كل اللاعبين يموتون. هنا في فريقين مع بعض يمشون مع بعض شكلهم، ما ادري هل هم متفقين هل هم اصدقاء، والله ما ادري. المهم هذا لحقني ومالك مات ايضا، مفاجأة ما كنت عارف انه مات. يلا نلعب مرة ثانية نشوف حظنا. مباراة صعبة كالعادة، نقول مباراة صعبة. نبدأ نشوف ان شاء الله تكون الامور احسن، مع ان شخصية نيكيتا ما ادري يمكن ما تنفع كثير. يلا ننطلق. اوه ما في الا ضرب 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 طخ وتكسير. انا الان داخل بوسط المشكلة، داخل بوسط الضرب هذا. مالك انقذنا، اهرب 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 اهرب، أنت الأمل أنت الأمل. يلا أنت الأمل في عودتنا إن شاء الله. يلا ها لا تخاف أنا مساعدك، معاك معاك. خاوة خاوة، أوه إلى الهاوية مع بعض. سوف نتحطم في صخور هذا البحر المتلاطم، ولكن ما هي مشكلة، المهم نلعب وننبسط وننجلد. هنا أنا مت، البركة فيك يا مالك. أوه ما شاء الله ما شاء الله، إيش الاحتراف هذا، إيش الرهابة هذه، والله خطير خطير. هذه الضربة هذه تدرس، ضربة هذه تدرس في علم الطلقات، في علم الطلقات. والله كان صدام يقول لو كان معي مالك كنت حكمت العالم. هنا الآن مالك فن المراغة وفن التسحيب، ما شاء الله ما شاء الله، إيش هذه الضربة. والله صراحة مالك قاعد يتفنن صراحة. وكولت شخصية رهيبة. مالك مات، أنا قلت ما شاء الله صح؟ مالك مات. أنا الآن في وضع لا أحسد عليه. انتهت المباراة تقريبا شكلها، انتهت بالنسبة لنا على الأقل. كانت مباراة حلوة جميلة، مالك بدع فيها، مالك بدع. يلا بسم الله بسم الله، نشوف هذا البارلي، نشوف هل ممكن نلعب نوع ثاني من المباريات في ساحة أخرى. نشوف الشباب ايش يقولون ونشوف ايش هذه نيكيتا، والله مشكلة نيكيتا هذه، نيكيتا المهم شغالة من يعني واحد ما أدري كيف، لاعبة ما تنفع كثير. ما في إلا كولت، هذا كولت خش مزاجي. ننتظر نلعب شودان مرة أخرى، لكن في معنى واحد اللي هو نيون. ننتظر يروح، لكن يبدو أنه لا يفهم. ننتظر يروح عشان نلعب شودان، لأن شودان مباراة بلاعبين. بنشوف إن شاء الله. ليون راح،
يبغى يلعب يزود كوس ويقول، لكن يبدو لي مالك عطاب دعوة شكله كذا. ورطنا الآن، بننتظر مين تنتهي الدعوة هذه عشان نقدر نلعب مرة ثانية. لا 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 يا الله، من اللي يعطيه دعوة هذه؟ مالك قاعد شكله يعطيه دعوات. مو بتاركنا الحالة مالك، هذا مو بخلينا نكمل. يلا يبدو لي ننطلق مباراة الشوداون مع هذا البارلي وابو بيرة والعياذ بالله شغال بالحرام. ما اتوقع انه ابن حلال ابدا، لكن يمكنه فنان. هو ما اكله حرام، مطعمه حرام، ف ما ادري كيف بنفوز، كيف بنتوفق وانت كل رزقك بالحرام يا بارلي. لكن نقول الله غفور رحيم وننطلق الان. يلا يا بارلي، يلا يا بارلي، يلا اشتغل، شغال اشتغل. يوه والله اني داري، والله اني داري، والله كنت عارف من شكله كذا من ما لا تعليق، لا تعليق. انا بخش احاول نلعب مباراة ثانية. لعل وعسى، لعل وعسى يمكن نتائج افضل. يلا يا استاذ مالك، انت تدلنا على الطريق الصحيح في هذه المعمعة وفي هذه الساحة التي تحتاج لمحترف مثلك. يلا يا مالك يلا، والله ما شاء الله عليك، مبين من ضرباتك هذه انك محترف في تكسير الصناديق على الاقل. هنا الان ما شاء الله، والله محترف. يلا اثنين حبتوع البيرة يضربوا بعض، طبعا مين اللي يفوز؟ انا فنان اكثر منه صراحة، لكن جانا الفنان الكبير، جانا الفنان الكبير في هذه الساحة حتى الان اللي هو المعلم مالك. يلا ارمي ارمي ارمي، ومهما وين ما تطيح تضيح. هنا الان انا مت ودعت، ومالك ان شاء الله يكمل ويهرب لمين ما ارجع واكون له سند في هذه الحياة. يلا يلا خاوة خاوة يا مالك. الله 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 عليك، الله عليك، الله عليك، ايش الابداع هذا، ايش الفن هذا، والله صراحة مالك حاصرهم بزاوية. وما شاء الله الأخ فراس هذا فنان صراحة، صراحة بدأ يتفنن. طبعا جاور السعيد تسعد، جاور المالك تحترف. لا لا لا، اهرب اهرب الآن، اهرب اهرب واضرب واكسر وارمي. يلا يلا يلا، ممكن 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 ممكن، انا جالس ازعجهم بهذه الرميات. مالك يكمل عليهم، ما شاء الله ما شاء الله، مالك مبدع، مالك مبدع، وفزنا الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله صراحة بطل يا مالك. كفو 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 كفو، والله كفو يا مالك. الله عليك الله عليك الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، الله أكبر، ما شاء الله عليك ما شاء الله.
يلا بننطلق بننطلق الآن بهذه المباراة اللي بعدها جيم جراب تقريبا نلعب أنا ونفسي أخذ هذا لكن ما أقدر مالك مقفل عليه يلا ما في لني نيتا نيتا النيتا والحافظ الله ننطلق الآن بهذه المباراة ونقول بسم الله لعلنا إن شاء الله نستمتع هنا الآن جيم جراب محاولة أخذ الجواهر مالك مات إذا مالك مات معناه الخصوم صعبين إلى الآن المباراة صعبة 5-0 أنا كنت بسوي حركات فنية معنا واحد روسي يبدو لي شكله المهم فريقنا خسران 0-7 يلا يا مالك شوف شغلك يا مالك أنا صدت واحد الحمد لله هنا مو مهم أنك تصيد مهم تأخذ الجواهر وتهرب يلا أحمد 10-0 إيش هذه المباراة الصعبة لكن العبرة بالخواتيم العبرة بالخواتيم يا سادة لا نستعجل بالحكم المباراة لا زالت بالميدان يلا بسرعة حركوا يا شباب في واحد أيوة هذا الثقيل معه 9 اللي لونه أزرق يلا 16 حلو في بالإمكان تحقيق تعادل بالإمكان تعادل إن شاء الله 17 18 إيش صار بالعالم إيش صار بالدنيا بسرعة جمع يا صديقنا جمع اللي طار بسرعة جمع الجواهر بسرعة 19 في إمكانية الآن تعادل 10-10 حلو هذه الآن تقريبا أقوى مباراة نلعبها 11-10 الله الله الآن أهرب أنت وياه بسرعة للمخبأ ما أعرف يمكن وقت بدري على أساس نقعد ندافع لكن 12-10 هم قريبين أهم شيء لا نضيع الجواهر بس الله 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 22-1 الله مباراة نهاية ولا أروع ومالك مالك ما شاء الله كفو والله أخذ الستار بلاير صراحة شيء رائع جدا كفو والله بطل فنان هذا المالك صراحة بهذه اللعبة محترف جدا والله ما كنت أعرف أنك محترف لهالدرجة يا مالك إبداع والله إبداع نجم فنان وصراحة فنان إبداع ومحترف جدا حريف يا أستاذ مالك ما شاء الله عليه هذه الصراحة فنيات ومهارات ما أشوفها أبدا برويال بكلاش رويال كلاش رويال يبدو لي أنه يبدو كشخص عادي لكن هنا بهذه اللعبة شخص محترف جدا وسوبر ستار رائع ومن أبطال البرو ستار صراحة بقولها بالفم المليان وبكل ثقة مالك من أبطال برو ستارز بلا أي شك فرائع جدا هذا الإبداع قاعد تسويه بهذه اللعبة بالمباراة اللي راحت صراحة فن من الطراز الكلاسيكي من الصراحة مستوى عالي بالمهارة وباللعب وبالتكتيك وصراحة
نهاية مباراة ولا أروع. 22-1 شيء بعد ما كنا مهزومين تقريبا. شيء رائع شيء رائع ما يصدق ما يصدق. وهذا كله فضل الله ثم فضل جهود المحترف مالك. رائع رائع جدا. Watch out, here I come! بنشوف الآن هذه آخر مباراة بهذا الفيديو بهذا المقطع إن شاء الله. نشوف هذه المباراة. لازم توقع لازم واحد يغير الشخصية. كلهم نفس الشخصية ما أدري يمكن لازم يغيرون. إيه يلا 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 يلا, يلا, يلا.
يلا 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 مع ريان فراس ليون ريان هذه المرة بدون مالك. مالك تركنا راح. يلا يا شباب يلا يا شباب يلا انطلقوا. لازم نبدع بعد المباراة اللي تو، لازم نبدع صراحة صراحة. مالك ما شاء الله باللعبة هذه محترف جدا، محترف محترف بكل معنى كلمة. ما توقعت أبدا هذا الاحتراف وهذا الفن. هنا مباراة الخزنة، ندافع حاليا، لازم ندافع. قاعدين نتعرض لهجوم صاعق قاهر وفتاك، هجوم مكثف من الطرف اليسار. يلا يا ليون يلا يا عبد يلا يا شباب يلا. تقريبا خلصنا. مبين مبين مباراة صعبة، مباراة صعبة. ايه يلا ما عليه ما عليه، ما هي مشكلة ما هي مشكلة. طلعوا الشباب نطلع انا. اتوقع شخصيتي ما تنفع والله. لا كولت ينفع، كولت كولت ينفع. هزيمة بسرعة، هزيمة كانت سريعة جدا. يبدو يبدو خلاص، يبدو خلاص نكتفي بهذا. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون الإعجاب لايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم على خير إن شاء الله، وإلى اللقاء ومع السلامة. يلا مع السلامة، بفوجيكم.